هل ممكن احنا كمسلمين احتفل بميلاد سيدنا عيسى؟ مناسبه رائعه صح، وخصوصا سيدنا عيسى مقام كبير قوي عندنا في القران، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى ممكن احتفل بيه، ممكن احتفل بيه صح. طريقه الاحتفال بقى، قلنا في طريقه احتفال بتمشي مع ديننا وطريقه احتفال ما بتمشيش مع ديننا. طيب تمشي مع ديننا زي دكتوره سوزان، انا شخصيا كنت اعرف واحده قريبه مننا قوي في العيله، ست كانت كبيره اكبر واحده في العيله دي، كانت في راس السنه بتعزم كل قرايبها وكل ولادها واخواتها باولادهم ويعملوا عشاء كبير خالص 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 كل سنه، عشان اقول لهم ايه؟ كل سنه بتعمل ايفنت بس. يبقى الطريقه دي ماشيه مع ديننا ولا مش ماشيه؟ ماشيه، زي ما بحتفل براس السنه الهجريه، قلت لكم اعملوا ايفنت راس السنه الهجريه عشان نتكلم، ممكن احتفل بطريقه تمشي مع الدين صح ولا مش صح؟ او بيحتفلوا بايه بقى؟ بطريقه مش ماشيه مع ديننا، زي ما جيت قلت لك انت ممكن في عيد جوازك تجيبي تورته تعزمي اهلك وتجيبي تورته ومش عارف ايه، وفي عيد ميلاد ابنك وتجيبي تورته وتعزمي اهله واصحابه وبتاع وتاكليه وتضحكوا وتفتكروا الايام الايه زي اليوم اللي كنا فيه كلام. هل في حاجه في ديننا تمنع كده؟ لا. وفي ممكن بقى ان احنا نحتفل ان احنا نروح نسكر وان احنا نروح مش عارفه مين ونروح نرقص ونعمل وننيل الدنيا صح؟ دي طريقه ودي طريقه. بقى هنا الاحتفال براس السنه على طول ايه بقى؟ بشك بشك بقى والسكر والبوس والساعه 12 ومش عارفه ايه، ونعد 12 مش عارفه ايه 10 ومش عارفه ايه، ابتدوا يعدوا لغايه ما ينزلوا النيله السوداء ويطفوا النور وما ادركوا قاعدين يسكروا من ساعتها وصح؟ طب ينفع كده؟ يبقى الامور ما تستخدش قفش كده. مش بقى ما تحتفلوش براس السنه الميلاديه، ما تحتفلوش براس السنه، حدنا ده مش عارفه ايه بتاع، لا اللي عاوز يحتفل يحتفل بس يحتفل بيه بايه؟ لان المناسبه والطريقه ماشيه مع دين وطريقه ماشيه مع دين. لكن اللي بيحصل دلوقتي ده طبعا ايه؟ لا. يعني لما تيجي ابنك ولا بنتك عاوزه تحتفل براس السنه قوي قوي يا حبيبتي، اجيب حاجه حلوه ونجيب اكل كل واحد يجيب حاجه وتعالوا ونحتفل ونتكلموا على سيدنا عيسى ونتكلم ومش عارفه قولوا لنا بقى سيدنا عيسى كان مين وعارفين اتولد ازاي. لا ممكن اللي عاوز يتكلم يعني واكلهم وهيئهم وابسطهم واديهم اكل معاهم هم ماشيين كمان لمان، ودي نحاول نفهمها لاولادنا. يعني واحده كانت بتحكي لي بتقول لي كل النوادي ليله راس السنه بيجيبوا ايه؟ بيعملوا حفلات بقى وبيجيبوا مش عارفه ورقصين ومش عارفه ايه وبيجيبوا ما اعرفش ايه وبتاع، تقول لك ده حرام ده كده عيد مسيحيين مش عيد. لا حرام اللي بيعملوه، حرام اللي بيعملوه. اصحابنا كلنا هنعمل حفله وبتاع وهنجيب واحده يجيب اكل وهنقعد ومش عارفه ايه وهناكل وكلام كده. لا بفهم ابني، بفهمه حدود الحلال ايه والحرام ايه، مش لا ما نحتفلش لا ما نقعدش. شوفي يوم راس السنه ده كل العيال في الشارع ولاد وبنات صح ولا مش صح؟ احنا هنروح ايه؟ هنروح ناكل عند ابو عمار، هيحتفلوا ايه؟ هيكلوا عند ابو عمار، رايحين ياكلوا عند ابو عمار، هنروح ناكل احنا واصحابي مش عارفه ايه بتاع. انا حبيبتي تروحي بس خلي بالكم ان الشوارع بقى فيها عيال شاربه وعيال منيلين وعيال في الوقت ده بقى كلهم نشرب راس السنه ونعمل كلام كده، فخطر انك تمشي لوحدك. عاوزه تروحوا اما روح انزلوا مثلا ورجعوا بدري، او بحد في حد معاك اخ صاحبتك او حاجه الحين تعملوا مش هيعملوا حاجه، بروح اكلوا بيتزا هيروحوا مش عارفه يعملوا ايه. لا مانع، لما عاوز تحتفلي احتفلي يا حبيبتي.